أستاذ محمد الدرديري الناقد الرياضي بوكالة أنباء الشرق الأوسط بينورتنا وشرفتنا في الاستوديو. أهلا بيك. أهلا بيك أمير. أخبارك إيه؟ كلنا تمام الحمد لله. كله تمام. عندنا جوانب كتير في الحقيقة عايزين نتكلم فيها. نبتدي بالنادي الأهلي أكيد واستعدادات الفريق لمباراة موجودة أمام الزمالك، مباراة غاية في القوة والصعوبة. بتشوف في الماتش ده إزاي وبتشوف الاستعدادات إزاي؟ أكيد طبعا مباراة الأهلي والزمالك دي مباراة قمة مهمة جدا للنادي الأهلي في مشواره للحفاظ على اللقب. يمكن جت الموسم ده بدري شوية، عايزين نشوف إذا كان الموضوع ده إيجابي ولا سلبي. بس أعتقد إن هيبقى فيه إيجابي شوية، طبعا إيجابي أفضل بكتير إن أنت تبقى كل الفرق حاسمة أمورها مبكرا، يعني مبقاش فيه الضغط العصبي اللي بقى المباراة تبقى في آخر الموسم بيبقى عليها مشاكل كتير. أعتقد دي مباراة قوية، فرصة النادي الأهلي إنه يعزز تقدمه في البطولة ويبعد عن أقرب منافسيه مبكرا ويقدر يحسم المباراة مبكر. يعني زي ما قلت مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي، أتمنى يكون تليق بالفرقتين بالمستوى اللي احنا شايفينه. النادي الأهلي من أول الموسم عامل نتائج رائعة ومستوى ثابت ورائع. نتمنى إن شاء الله مباراة تكون قوية وتليق بمستوى الفرقتين. رأيك في فايلر؟ يعني طبعا هو من المبكر جدا ان احنا نقدر نحكم عليه، ولكن من النتائج اللي هو عاملها مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، الفوز الى جانب يعني مش فوز فقط ولكن في اداء رائع في الثلاث مباريات اللي لعبهم حتى الان في بطوله الدوري. يعني هو حتى الان ممتاز. نتمنى ان الموضوع ده يستمر لنهايه الموسم. يمكن اول مباراه يعني في الدوري هتبقى قويه، مباراه الزمالك، ولعب طبعا الزمالك في السوبر وقدر يكسب. يعني انا شايف ان هو بيسير بخطه ثابته، بيعمل عمليه تبادل في اللاعبين، تغيير المراكز، من التدوير اللاعبين في المباريات. اعتقد ده شيء مهم جدا، افضل الحاجات اللي هو عملها في من لما مسك النادي الاهلي. برضه لسه برضه ما نقدرش نحكم عليه الحكم النهائي في الوقت الحالي، لسه من مبكر جدا، ولكن انا شايف ان هو حتى الان يسير بخطه ثابته ومستوى مرتفع المباراه الاخرى. امتى نحكم عليه؟ يعني يعدي نص الموسم كده ونقدر نتكلم، ولكن برضه انا شايف زي ما قلت يعني ده مش بيقلل منه طبعا. طبعا. ولكن النتائج حتى الآن ثلاث انتصارات متتالية، أداء رائع، نتائج عدد كبير من غزير من الأهداف، أهداف قليلة، هدف واحد جه في مرمى النادي الأهلي في بطولة الدوري. أعتقد إن من المبكر الحكم عليه، ولكن زي ما قلت المؤشرات كلها إيجابية بشكل كبير للأداء والنتائج اللي عملها مع النادي الأهلي حتى الآن. إيه اللي ساعد مستر فايلر مع النادي الأهلي لحد دلوقتي؟ يمكن هو اكتر من عامل. يعني هو اولا اختار الجهاز المعاون بتاعه كله جايين معاه، في نخبه من اللعيبه الممتازين في النادي الاهلي في الوقت الحالي، في عنده اكتر من بديل واكتر من لاعب في كل مركز، وزي ما قلت بيعمل عمليه التدوير. في يعني ما فيش تشكيل ثابت لحد ما في مباريات النادي الاهلي الفتره الاخيره، ولكن الميزه ان على الرغم من كده ان كل اللعيبه اللي بتشارك بتادي في المكان اللي بتشارك فيه وتبذل اقصى جهد وتطلع كل اللي عندها، وده اللي واضح لجماهير النادي الاهلي ان المستوى ثابت وان في مكسب وفي جماليه في الاداء كمان. بتتوقع التشكيل الخاص بالنادي الاهلي في مباراه القمه هل ممكن يبقى في تغيير برضو تدوير من مستر فايلر، ولا بعد مباراتي الانتاج واسوان اللي كان في تقارب كبير جدا في التشكيل ما بين المباراتين دول متوقع انه يستمر بنفس التشكيل؟ اعتقد هيبقى في استمراريه في نفس التشكيل ده في مباراه الزمالك، مش وقت يعني مباراه قمه، مش هي المباراه اللي ممكن يدي فيها يعمل فيها عمليه تبديل كبيره في التشكيل. الفوز مهم جدا للنادي الاهلي في المباراه دي، اعتقد ان هيبقى التشكيل الى حد ما ثابت. في يمكن بعض اللعيبه زي عمرو السوليه مصاب، اعتقد انه هيرجع وهيلحق مباراه القمه. هيرجع خلاص هو جاهز للماتش. يعني اعتقد ان التشكيله هيبقى ثابته الفتره اللي جايه، ومباراه القمه يعني مش هيبقى فيها تغييرات كبيره في التشكيل، بالعكس اعتقد ان يبقى اغلب المراكز واضحه ومعروف المشاركين فيها. مستبعد ان يبقى في مفاجاه؟ يعني صعب، هو زي ما قلت هو في من بدايه الدوري بيعمل تغيير في كل مباراه، وشايفين ان في لعيبه بتشارك وبتادي البديل على نفس مستوى اللعيب الاساسي. يمكن من بدايه الموسم احنا بالفعل ما فيش بديل وما فيش اساسي في النادي الاهلي، كل اللعيبه اغلبها شاركت واغلبها ادت بنفس المستوى. ممكن طبعا تكتيكيا يكون في بعض المفاجآت هو ممكن يعملها، سواء في تغيير طريقة اللعب او في مشاركة لاعبين ما شاركوش قبل كده، ولكن اعتقد ان الامور واضحة في النادي الاهلي، وهو ده كله يرجع لفايلر. يعني هو الادرى في الفترة اللي جاية، خاصة ان عارف ان الفترة اللي جاية دي كام يوم قبل المباراة وبعد عودة اللاعبين الدوليين في جلسات مكثفة مع اللاعبين وعن الجهاز المعاون لتجهيز المباراة دي. هيبان في الفترة اللي جاية إذا كان في تغييرات بالفعل هتتم ولا هيستمر بنفس المستوى. اللاعبين الممكن بإذن الله يرجحوا كفة الأهلي في مباراة القمة مين ممكن؟
يعني زي ما قلنا النادي الاهلي من بدايه الموسم ده على مستوى في المباراه دي اجاي شايفين مستوى رائع، ممكن يشارك، ممكن اعتقد ممكن ياخد فرصه المباراه دي، واجاي كمان بيلعب بشكل اساسي وشايفينه مستواه متغير تماما 180 درجه من بعد وصول فايرر. اعتقد ان برضو اجاي مستوى ثابت وممكن يكون ليه دور كبير في مباراه القمه. متوقع ان المباراه تبقى شبيهه لمباراه السوبر ولا في اختلاف؟ يمكن مباراه السوبر النادي الاهلي كان ضاغط من بدايه المباراه واستحوذ على اغلب الفترات في الشوط الاول، ويمكن مباراه السوبر تبقى مباراه الكؤوس دي بيبقى ليها ضغط عصبي اكبر. اعتقد ان نفسيا وبدنيا مباراه الدوري هتبقى مختلفه شويه عن مباراه السوبر. لا اعتقد ان هيكون النادي الاهلي اهدى اعصابا، وفي النهايه اللي هيقدر يسيطر على المباراه ويسيطر على منطقه وسط الملعب هيقدر يحسم المباراه لصالحه. التأثير الإيجابي اللي ممكن يكون للفريق الفائز بإذن الله في هذه المباراة، أتمنى إن شاء الله يكون النادي الأهلي، ممكن يوصل لحد فين أو ممكن يكون إيه بيتمثل في إيه؟ أكيد هي دفعة معنوية كبيرة، خاصة مباراة القمة في بداية الدوري زي ما قلنا في الأسبوع الرابع. أعتقد إن مهم جدا الفوز بيها، لو الأهلي قدر يحقق الانتصار هينفرد على القمة ويبعد عن أقرب منافسيه ويقدر يعطل منافسه نادي الزمالك شويه. اعتقد ان لا معنويا هتفرق كتير مع النادي الاهلي انه يكسب المباراه دي في الفتره اللي هي المباراه مهمه جدا زي ما قلت في بدايه الدوري، ولكن ليها تاثير معنوي كبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى نتائجه وعلى ادائه وعلى فرق النقط اللي هيبقى بينه وبين الزمالك المنافس ليه. اتحاد الكره استقر او لجنه الحكام اتحاد الكره استقرت على الحكام ولا لسه؟ لسه لحد دلوقتي ما فيش، متاخرين شويه. يعني هو بس طبعا كمان المباراه يوم سبت وبيبقى اغلب الاسبوع الجاي، بس احنا عارفين ان المباراه يوم سبت من زمان. يعني هو المفروض طبعا يكون في مخاطبات تمت طبعًا من فتره طويله للمباراه دي، بس هو ممكن من عاده اتحاد الكره ما بيعلنش عن اسماء الحكام قبل يوم او اثنين من المباراه، حتى لو ممكن يكون في متفقين مع طاقم معين، ولكن هم ما بيعلنوش على غير قبلها بيوم او اثنين طبعا عن طاقم المباراه اللي هيدير المباراه قمه. اعتقد ان مفيش ازمه في الموضوع ده تماما، هيتم قبلها بيوم او اثنين بالكثير هيتم اعلان عن الطاقم التحكيم اللي هيدير المباراه. مكان المباراه فين؟ طبقا لمعلوماتك يعني. يعني هو النهارده كان في بعض الكلام ان هو ممكن تنقل لبرج العرب لضمان حضور جماهيري يعني، ولكن يعني اعتقد لضيق الوقت هيتم رفضه. يعني هي لو راحت برج العرب هيبقى فيه جمهور؟ ولا في كل الاحوال مفيش جمهور سواء استاد الكره او برج العرب؟ هو اتحاد الكره هو اللي طلب تتنقل لبرج العرب عشان يحاول يدخل عدد من الجمهور يعني، ولكن ما اعتقدش يعني في الوقت الضيق ده هياخدوا موافقه على كده. اعتقد المباراه هتقام في استاد القاهره وبدون جمهور. في استاد القاهره بدون جمهور. طب انهي اللي ايجابي اكتر، يعني مباراه تتلعب في استاد القاهره ولا تروح برج العرب بجمهور؟ لا هو طبعا اكيد وجود الجماهير مهم طبعًا جدا في مباراه زي دي طبعًا. يعني في نفس الوقت نفسنا نرجع نلعب في استاد القاهره بصراحه، ما هي يعني دي الانديه المصريه، يعني مش قصدي على الاهلي بس. اكيد، ويمكن يعني احنا كان نفسنا ان تكون مباراه تكون في استاد القاهره وبحضور جماهير. بالظبط طبعا يعني، لكن ما اعرفش يمكن امنيا في بعض الملحوظات هم طلبوا ان المباراه تقام بدون جمهور، وفي نفس الوقت اتحاد الكره النهارده بيحاول يضغط انه ينقل المباراه برج العرب في مقابل ان هي تقام بجمهور. يعني هتتنقل ايه اذا كان كده كده؟ محاولات حقيقيه دلوقتي، في محاولات وخلال الايام الجايه هيتم الكشف عن الموقف النهائي للمباراه. تتوقع ايه بقى؟ انا اتمنى ان هي تقام بجمهور في اي مكان سواء في القاهره او في لكن الاهم تواجد الجمهور. اكيد اكيد، يعني مباراه قمه اهلي وزمالك ما بتبقاش فيها روح الا بوجود الجماهير طبعا. طيب خلينا نتكلم في شق اخر بيخص النادي الاهلي، وبالتحديد فيما يتعلق بالمجموعه الخاصه بالنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي بتضم الاهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. رايك ايه في المجموعه دي؟ اولا مجموعه الى حد ما قويه ومتوازنه، يعني الفريق اللي بيدور على انه يكسب بطوله دوري ابطال افريقيا المفروض انه ما يبصش للفرق اللي معاه في مجموعه كويس هي مين ومستواها ايه. الفريق اللي بينافسه عايز ياخد اللقب ما تفرقش معاه هو بيلاعب مين. يمكن يعني اتوقع ان شاء الله حاجه ايجابيه لان الاهلي البطوله دي في اصرار كبير سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين، وحتى في دعم كبير من مجلس الاداره ومن جماهير على ان النادي الاهلي يحقق البطوله الموسم ده. يعني مباراه هتبقى اول مباراه النجم الساحلي بره في تونس، واخر مباراه هتبقى الهلال السوداني بره. يمكن ترتيب المباريات في صعوبه شويه على النادي الاهلي، ولكن اتوقع في صعوبه في الترتيب اكيد لما يبقى عندك اول مباراه بره واخر مباراه بره يعني بتبقى صعبه شويه، ولكن اتوقع ان بوجود الكتيبة النجوم دي وقياده فايلر في الوقت الحالي ان النادي الاهلي قادر انه يحقق نتائج ايجابيه وانه يقدر يعدي دور المجموعات، ونتمنى كلنا ده طبعا طبعا.
زي ما قلت دي برضو الاختبار الحقيقي اللي نقدر نحكم عليه على فايلر، يعني سيبك من المباريات المحليه كلها، الاختبار الحقيقي واللي ليه المباريات المحليه ما نقدرش نحكم على فايلر من وجهه نظرك؟ طبعا النادي الاهلي بحكم انه اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر، اكيد كل فريق بيلعبه محليا بيبقى عامل حسابه وبيبقى في حاله خوف كده من النادي الاهلي. لكن في افريقيا انت رايح تلعب بره، بتلعب في السودان، هتلعب في تونس، هتلعب في زيمبابوي، هي دي المباريات اللي خارج ارضك بالذات، هي دي اللي هنقدر نحكم عليها، هي دي الاصعب. يمكن هي دي اللي واجهناها في الموسم اللي فات، هي اللي كانت صعوبه، ان نتائج النادي الاهلي بره ارضه كانتش على المستوى المرضي للجماهير او للاداره، وهي دي يمكن اثرت بشكل كبير على مسيرته في البطوله. السنه دي ان شاء الله بالعدد النجوم الكبيره الموجوده، جهاز فني جديد عنده طموح كبير انه يحقق البطوله دي، اعتقد ان هيبقى الوضع مختلف اكيد. اصعب الفرق اللي في المجموعه من وجهه نظرك مين؟ يعني هو طبعا الفرق شمال افريقيا جماهيريا، النجم الساحلي التونسي هتبقى مباراه صعبه جدا بره، برضو الهلال السوداني مش من الفريق الضعيف، وانت بتروح تلعب في السودان اجواء برضو جماهيريه، يمكن اقلهم شويه، او الفريق يعني بلاتينيوم هو اقل يمكن فريق في المجموعه، ولكن زي ما قلت النادي الاهلي النادي اللي بيدور على اللقب، اللي بيدور على انه يحصد دوري ابطال افريقيا، ما يفرقش معاه لاعب مين او فين. نتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه الجهاز الفني يدرس بشكل كويس نقاط القوة والضعف سواء في النجم الساحلي في الهلال السوداني في اللاتينيوم، ويحقق نتائج إيجابية ويصعد من دور المجموعات ويكمل لنهائي البطولة. أصعب المجموعات من وجهة نظرك بخلاف مجموعة الأهلي؟ أكيد في مجموعات صعبة، المجموعات الثالثة والرابعة مجموعات صعبة جدا، يعني المجموعة الرابعة فيها فرق كتيرة اللي هي مرشحين، الترجي، الوداد، ترجي، الرجاء، سوريا، الرجاء الوداد وصن داونز في المجموعه الثالثه برضه مجموعه صعبه، يعني مجموعه صعبه، اعتقد برضه في المجموعه الرابعه في شبيبه القبائل الجزائري برضه يعني مجموعه صعبه، الثالثه والرابعه مجموعات صعبه لحد ما. طيب بترشح مين اللي ياخد البطوله باذن الله؟ يعني ان شاء الله يتمنى الاهلي، لكن اكيد في معطيات مختلفه او متابع انت فرق في افريقيا بشكل عام. يعني يمكن السنه دي بطوله دوري الابطال ال 16 فريق اللي فيها كلهم يستحقوا التواجد في الدور ده، يمكن من اقوى النسخه اللي في على مدار السنوات الاخيره. في انديه كبيره في البطوله في دور ال 16، زي ما قلنا في مجموعات قويه جدا، في هيبقى في منافسات قويه، زي ما قلنا في الترجي، في الوداد، في الرجاء، في النادي الاهلي، في يعني فرق كتير بتنافس على البطوله. من الصعب ان احنا مبكرا ان احنا نقول مين يكسب البطوله، لا لسه احنا في بدايه دور المجموعات، اعتقد ان هنشوف اكتر من مباراه قويه، واللي هيقدر بعد دور المجموعات ممكن نقدر نحدد مين الفرق المرشحه لحصد اللقب. يعني طيب عايز اخدك لجانب اخر، هو فيما يتعلق بالكلام الكتير دايما خلال الفتره الحاليه، رغم ان هي فترة غير منطقية للحديث عن هذه الأمور، زي مثلا الصفقات، وإن الأهلي بيسعى للتعاقد مع فلان الفلاني، وإن الأهلي هيستغنى عن فلان الفلاني. كصحفي بتشوف إزاي توقيت هذه الأخبار يعني؟ لا أكيد توقيت خاطئ تماما خاطئ. في الوقت الحالي لسه من المبكر جدا، أنت لسه عندك شهر يناير، لسه قدامك 3 أو 4 شهور قبل على فترة أقرب فترة انتقالات يعني. وإن المدير الفني كمان ما لحقش يعني، بقاله 6 ماتشات بس. وأكيد الأخبار دي بتأثر بشكل سلبي على بعض اللعيبة اللي بتيجي أسمائهم في قائمة الاستغناءات أو البتاع، وهتأثر سلبيا على بقية شكل قوام الفريق يعني. أعتقد إن المبكر جدا الحكم على إن مين هيمشي ومين هيقعد ومين التعاقدات الجديدة ومين هيتم الاستغناء عنه. وزي ما انت قلت برضه لسه المدير الفني يعني ده لسه اربع مباريات، رابع مباراه ليه في الدوري وقبلها مباراه، المجمل كله 6 يعني. بالظبط، فلسه يعني اعتقد ان ده من المبكر جدا الحكم ان مين هيكون موجود ومين هيكون مين هيتم الاستغناء عنه، خاصه ان احنا قلنا ان فالر بيعمل عمليه تبديل كده في المراكز وفي في التشكيله في كل مباراه، فانت لسه في لعيبه لسه ما شاركتش، اعتقد ان هي هيجي لها فرصه ان هي تشارك في الفتره اللي جايه. عودة محمد محمود وسعد سمير واقتراب عودة نيدفيد بإذن الله، شايف بتمثل إيه بالنسبة لفريق النادي الأهلي ومستر فيلر؟ أكيد دي طبعا إضافة قوية للفريق، يعني احنا شايفين زي ما قلنا لعملية التبادل والتدوير اللي بتتم، أعتقد إن دول من أهم 3 لعيبة في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، صادفهم سوء حظ في الإصابات، أعتقد إن بعد العودة من الإصابات دي هيكونوا إضافة قوية للفريق، وهيكون قدامهم فرصة يدخلوا مع الفريق ويكملوا مع المجموعة اللي موجودة مسابقة الدوري ومسابقة دوري أبطال أفريقيا. أكيد نتمنى عودتهم سريعا، وكان زي ما قلت واجههم سوء حظ في الاصابات، نتمنى تواجدهم مره اخرى وهو قريبا خلاص يعني هيدخلوا في الفتره اللي جايه في قوام الفريق. يخشوا في الماتشات اكيد. طيب بالتحديد الدوري،
بطولة الدوري، بتشوف المنافسة عليها ازاي السنة دي، وأبرز الفرق يعني ممكن ينافسوا مع النادي الأهلي على هذا اللقب؟ يعني لسه برضه احنا في بدايه الموسم، النادي الاهلي ما شاء الله ماشي بخطوه ثابته، حقق العلامه الكامله في البطوله حتى الان. زي ما شفنا برضه في منافسه من الزمالك وبيراميدز على وخلف النادي الاهلي على القمه. اعتقد ان المنافسه دي هتستمر الفتره اللي جايه. زمالك وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز اكيد يعني هم ابرز منافسين للنادي الاهلي في على بطوله الدوري الموسم ده، سواء بالصفقات اللي هم جابوها او شكل المنافسه زي ما شفنا حتى بالنتائج، يعني هم اللي خلف النادي الاهلي على الصداره في الوقت الحالي. طيب يعني اتكلمنا في بعض الامور اللي تتعلق بالنادي الاهلي سواء استعداداته لمباراه الزمالك كمان مجموعه النادي الاهلي في افريقيا. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نتكلم على بعض الجوانب والاخبار المحليه. استنونا بعد الفاصل. نتكلم شوية عن المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي، وإزاي بتشوف استعدادات المنتخب الأول لمباراة بوتسوانا ومدى أهمية هذا المعسكر بالتحديد اللي بيتخلله هذه المباراة. يمكن بالنسبة للمنتخب الأول معسكر مهم، أول تجمع للمنتخب في حضور بقيادة الكابتن حسام البدري. أعتقد إن ده فرصة كبيرة للعيبة التعارف مع الجهاز الفني الجديد ويعرفوا إيه الخطط المستقبلية للجهاز الفني، إيه الهدف من تواجدهم في المعسكر، وإيه الجهاز الفني بيقول لهم طبعا الخطه للفتره اللي جايه ايه. يمكن المباراه مش قويه قوي، هي مش قدام منتخب قوي، ولكن هي فرصه للجهاز الفني للتعرف على اللاعبين وامكانياتهم، وخاصه في عدد كبير من الوجوه اللي اختارها الكابتن حسام بدري تستحق التواجد في المنتخب في الفتره دي. نتمنى ان شاء الله زي مين موفقه مثلا. اكيد وجود حمدي فتحي مثلا من النادي الاهلي كان مهم جدا في الفتره دي مع المنتخب المصري، يبقى في عندك خط نص قوي. كابتن حسام اختار اكتر من لاعب، موجود محمود علاء في نادي الزمالك واحمد حجازي عودته بقوه مع المنتخب، عوده احمد فتحي طبعا مهم طبعاً جدا للمنتخب، وجود ايمن اشرف، دخول عبد الله جمعه برضه المنتخب، اعتقد ده شيء مهم جدا لصالح منتخب مصر. اتمنى ان شاء الله نقدر من المعسكر ده يبقى فيه توليفه كويسه، كابتن حسام بدري يقدر يجمعها من اللعيبه وتبقى بدايه انطلاق حقيقيه للمنتخب من مصر الفتره الجايه، سواء في تصفيات كاس امم افريقيا او في تصفيات كاس العالم. تتوقع التشكيل النهارده بكره؟ يعني هو التشكيل يعني ما اعتقدش هيبقى في تغيير كبيره، هيكون الشناوي اساسي في حراسه المرمى، وممكن قدامه احمد علاء ومحمود علاء واحمد حجازي، احمد فتحي يمكن، او رجب بكار في اليمين، ايمن اشرف في الشمال. يمكن شايف وجود احمد فتحي مهم في مباراه زي دي، ايمن اشرف شمال، ايمن اشرف شمال، وممكن عبد الله جمعه، بس اعتقد ايمن اشرف بحكم يعني ممكن محمد حمدي برضه، الكابتن حسام مقتنع بيه جدا بس يعني دي كلها توقعات برضه. هو بكره نص الملعب في طارق حامد، في محمد النني او حمدي فتحي، والنني هو بيبقى النني غالبا اساسي وجنبه طارق حامد او حمدي فتحي، في بعد كده عبد الله السعيد، في أفشة. انا اعتقد يمكن عبد الله يبدا بيه كابتن حسام. هي برضه مباراه بكره فرصه يعني، مفيش تشكيل ثابت، هيبقى فرصه اكيد اكتر من لاعب هيشارك، يبقى في تغييرات كتير يعني. مفيش غير عمر السعيد مهاجم وحيد يعني، هنشوف تحتي مثلا حسين الشحات ممكن يبتدي. فزي ما قلت هو يمكن لسه دي مباراه وديه او مباراه للجهاز الفني الجديد، اعتقد ان هيبقى في تجارب كتير برضه الفتره اللي جايه. طيب. مفيش يعني لسه ما نقدرش نثبت تشكيل لمنتخب مصر في الوقت الحالي، ولكن دي فرصه كويسه ان الجهاز الفني يقف على ارض الواقع على مستوى اللاعبين معاه في المعسكر. شايف ان المعسكر ده كافي لجهاز فني جديد للاستعداد للماتشين الهامين جدا على المستوى الرسمي سواء امام كينيا او جزر القمر؟ شايف ان ده كافي، يكفي الجهاز الفني، ولا كانوا محتاجين معسكر كمان او عشان يستعد ويبقى ملم بكل اللاعبين يعني؟ يمكن هو يعني ولا عشان مدير فني وطني في الموضوع يعني؟ كابتن حسام مش غريب على الكره المصريه طبعا، عارف مستوى اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه الموجوده في الدوري المصري واللعيبه كمان المصريين المحترفين بره، وخاصه مع الرغم من اهميه المباراتين اللي جايين الرسميتين، بس هو مش مباراه، مش امام منتخبات قويه يعني. اعتقد المباراه بكره كافيه انه يقدر يحكم على أكتر من لاعب، تبقى يعمل توليفة كويسة قبل المباريات الرسمية اللي جاية. في ظل أكيد عودة صلاح كمان هتبقى إضافة قوية. أكيد طبعًا، يمكن هو ما شاركش أو ما انتظمش في المعسكر ده لظروف الإجهاد. مقتنع بموضوع ظروف الإجهاد. ده اللي قيل يعني.
يمكن هو هو اتصاب في اخر ماتش يعني بتاع ليستر سيتي في الاخر كده، لكن هو كانوا اعلنوا قبل مباراه ليستر سيتي ان بسبب الاجهاد بالظبط يعني. من قبل اصابته دي تم الاعلان ان هو هيتم اراحته في المعسكر ده ومش هيكون موجود. يمكن برضو زي ما قلت هي مباراه بكره مش مباراه مش امام منتخب قوي يعني، هي تجربه وديه. الجهاز الفني بيحاول يختار توليفه من اللاعبين ويعمل فريق يبدا يكون منتخب لمصر الفتره اللي جايه، ولكن اكيد طبعا وجود محمد صلاح مهم جدا الفتره اللي جايه مع المنتخب. اعتقد انه هيكون منتظم بشكل اساسي في المباريات الرسميه اللي جايه، لازم يكون موجود طبعا. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي، لعبوا اول امبارح مباراه وديه والنهارده كمان شويه عندهم مباراه وديه اخرى مع نفس المنتخب اللي هو منتخب جنوب افريقيا، بتقيم ازاي الاستعداد بتاعهم الخاص ببطوله الامم الافريقيه؟ بطولة مهمة جدا للمنتخب الاولمبي طبعا، بطولة مؤهلة للاولمبياد وبطولة صعبة، والمجموعة بتاعتنا كمان صعبة، عندنا الكاميرون وغانا ومالي ثلاث فرق قوية. اعتقد ان الجهاز الفني كابتن شوقي غريب بيحاول يعمل توليفة برضو من اللاعبين في الفترة دي، عنده بصراحة قماشة كويسة في عنده بصراحة الفترة دي في المنتخب الاولمبي، عنده لعيبة على مستوى عالي جدا. نتمنى ان شاء الله في المباراتين الوديتين سواء المباراة اللي اتلعبت قبل كده او مباراة النهاردة اللي هتقام بعد شوية نقدر يعمل حاجه كويسه، يقدر يكون فريق كويس، يقدر يعمل تشكيله كويسه، خاصه زي ما قلت المباريات في اللي هي كاس الامم المؤهله للاولمبياد دي مباريات صعبه جدا. نتمنى الفتره اللي جايه ان المنتخب الاولمبي يعدي البطوله دي ونتاهل للاولمبياد ان شاء الله. ابرز العناصر من وجهه نظرك المنتخب الاولمبي؟ اكيد في اكثر من عنصر مهم في المنتخب الاولمبي، ابرزهم لعيبه النادي الاهلي سواء رمضان، عمار حمدي، صلاح محسن، يعني في لعيبه كتير، في توليفه كبيره، وفي احمد حمدي كمان من الجونه، وفي عدد كبير من اللعيبه، في اسامه جلال المدافع انبي ده لعيب مميز صحيح. جدا. فاعتقد ان المنتخب الاولمبي برضه يعني عندنا منتخب مميز، عندنا مجموعه لعيبه مميزين. نتمنى ان شاء الله ان هم يحققوا املنا ان هم يتاهلوا لدوره الالعاب الاولمبيه، ويعني في ظل المجموعه اللي معانا دي شايف الامور صعبه ولا نقدر نوصل؟ هو في الاعمار السنيه دي يعني مجموعه المنتخبات اللي معانا يعني انا شايف ان هي برده مش سهله. مش سهله لا طبعا مش سهله، اعتقد المباريات هتكون صعبه جدا. عندك معاك غانا والكاميرون ومالي، يعني دي مجموعه دي يمكن مالي يمكن تكون اقواهم في المرحله العمريه دي. يعني الناس فاهمه ان الكاميرون وغانا هي، لا انا شايف ان مالي هي اقوى في المرحله العمريه دي. اقوى منتخب هيكون مع هينافسنا بقوه، يعني اعتقد ان شاء الله نقدر نحقق حاجه، خاصه اعتقد ان هيكون في طبعا حضور جماهير كبير لمؤازره المنتخب الاولمبي في البطوله دي. نتمنى ان شاء الله يحققوا نتائج ايجابيه ونقدر طبعا هو اول ثلاثه بيتاهلوا لدوره الالعاب الاولمبيه، ان شاء الله نتاهل نصعد من المجموعه الاول ونتاهل ان شاء الله لدوره الالعاب الاولمبيه اللي هي الحلم الكبير للمنتخب الاولمبي والجيل ده كله طبعا. مباراه النهارده لما نشوفها ان شاء الله المنتخب الاولمبي نقدر نقيم المنتخب، نقدر نحكم هل هم قادرين على الوصول ولا لا، ولا مش مقياس يعني؟ اكيد المباريات الوديه بتبقى مش مقياس بشكل كبير يعني. هو بالعكس انت ممكن تشوف شكل المنتخب عامل ازاي، الخطه اللي بيلعب بيها ازاي، ولكن كتشكيله لاعبين اغلب المباريات الوديه انت بتبقى برضو بتختار تشكيله مش هي الاساسيه اللي بتلعب بيها. بيبقى مباراه للتجربه، يعني بتجرب لعيب في مركز او بتجرب خطه معينه او تكتيك معين. صعب ان احنا نحكم على مستوى منتخب من مباراه وديه طبعا، ونتمنى لهم التوفيق طبعا في المفاصل اللي جايه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، لان ده شيء هيكون مهم جدا سواء لمنتخب مصر الاول ان هم يكونوا موفقين في التحديات المقبله وتتمسك التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2021 في الكاميرون، وكمان هيبقى مقبلين على تصفيات كاس العالم، ده شيء غايه في الاهميه بالنسبه للشعب المصري كله. وكمان فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي نفسنا اكيد ان احنا نوصل الاولمبياد طبعا، نفسنا ان احنا نحقق البطوله على ارضنا ان شاء الله الاول، وبالتالي نتاهل لاولمبياد طوكيو 2020 واحنا قادرين بشكل كبير جدا في ظل امتلاك المنتخب الاولمبي للعديد والعديد من العناصر اللي بتلعب بشكل اساسي في الدوري المصري، وهي عناصر بالمناسبه المفروض تبقى موجوده في المنتخب الاول. صحيح. وواضح ان في تنسيق جيد ما بين الكابتن حسام بدري والكابتن شوقي غريب. اكيد طبعا، يعني زي ما حضرتك قلت بالفعل اغلب اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الاولمبي مش زي زمان بتحس ان هم لاعبين اللي مش بيشاركوا بشكل اساسي، بالعكس اغلب المنتخب الاولمبي بيشارك بشكل اساسي مع فرقه في الدوري الممتاز. وده الشيء الجيد والشيء الكويس، اعتقد انه هينعكس بشكل ايجابي على مستوى المنتخب وعلى النتائج وان شاء الله في البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد ان شاء الله. طبعا كون البطوله على ارضنا وسط الجماهير المصريه وفي استاد القاهره ده ممكن يكون دافع قوي واضافه للمنتخب، صح؟ اكيد طبعا. واعتقد ان هيبقى في دعم جماهيري كبير للمنتخب في البطوله دي، البطوله على ارضنا وفي استاد القاهره، والمجموعه الثانيه هتبقى في استاد السلام، يعني حتى البطوله كلها هتقام في مدينه القاهره هنا. اعتقد ان ده شيء جيد وهيدي دفعه معنويه كبيره للاعبتنا وللمنتخب الاولمبي ان هم يحققوا نتائج ايجابيه، وان شاء الله
تحقيق حلم الجيل ده انه يتأهل للأولمبياد. يا رب يا رب بإذن الله تأهلنا للأولمبياد. تتوقع مين الثلاثة اللي يبقوا المنتخب الأول مع كابتن شوقي؟ والله دي يعني هم بيختاروا ثلاثة طبعا، بيختاروا ثلاثة طبعا، عارفين تاخد ثلاثة من المنتخب الأول يعني من الكبار يعني. أكيد الكابتن شوقي هيبقى ليه رؤية معينة في بعض المراكز اللي عايز يطعم بيها المنتخب الأولمبي، ولكن أكيد في اعتقد يعني الناس كلها تتمنى ان محمد صلاح يكون موجود أكيد. مع المنتخب اكيد في الالعاب. ممكن مين تاني ولا يعني حسب التوقيت يعني؟ يعني ممكن تريزيجيه مثلا، ممكن يعني هو لو شايف انه عايز في الخط الوسط الهجومي وفي مركز الهجوم اكتر دعم اكيد هيبقى صلاح وتريزيجيه هيكون ليهم طبعا، هم افضل الاثنين لاعبين يكونوا يقدروا يتعاملوا منتخب في المركزين دول في الوقت الحالي يعني. طيب عايز اختم معاك بماتش الاهلي والزمالك لان هو ده الاهم خلال الفتره الحاليه وخلاص ايام قليله جدا، وتوقعاتك لهذه المباراه احنا اتكلمنا عنها باستفاضه، لكن انت تتوقع المباراه دي ايه؟ يعني يمكن التوقعات صعبة في مباراة القمة بالذات، صعب ان انت تتوقع مين يقدر يكسب المباراة، ولكن انا شايف ان حالة الهدوء اللي في النادي الاهلي، حالة الحالة الايجابية المعنوية الكويسة، والنتائج المستوى الثابت والمستوى المرتفع من المباراة الاخرى في الفترة الاخيرة بيرجح كفيته على نادي الزمالك في المباراة دي. ما اقدرش اقول نتيجة معينة، لكن اعتقد ان العوامل دي كلها بترجح كفة النادي الاهلي في المباراة اللي جاية ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الزمالك طبعا، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز في هذه المباراة ويضيف ثلاث نقاط اخرى لرصيده عشان يوصل ل 12 نقطة ويبعد بدري بدري عن نادي الزمالك فرق خمس نقاط، ومباراة طبعا صعبة جدا. انا بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا، ربنا. كان ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الدردير الناقد الرياضي بوكالة انباء الشرق الاوسط، واتكلمنا في العديد من الجوانب المحلية وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.